داخلين على الشتاء، يعني مش عارفه ازاي لسه كل ده ما دخلناش على الشتاء، بس هي لسه تقريبا الجمعه اللي جايه الشتاء خلاص هتدخل علينا. لكن هي مساله تغيير الفصول عموما، بنشوف انه العيال كلها عيانه، الكبار عيانين والعيان عيانين، لكن العيال بقى العيانه دي بتلاقي الامهات كلها، اسمحوا لي هنا اتكلم زي كل الامهات المصريه، قاعدين جنب ولادهم العيانين وعندهم حساسيه، واللي ما عندوش حساسيه برضو عيان. انا مش عارفه اصلا هو عنده حساسيه ولا ما عندوش حساسيه، لكن هي كلها مشاكل في التنفس حاصله في الوقت ده من السنه، وبتزداد بشكل كبير كل ما يبقى فيه جو متقلب شويه تلاقي الموضوع بيزيد كمان، ما نبقاش عارفين نتعامل معاها ازاي. ناس كتير بتدي ادويه من دماغها من غير ما ترجع لاطباء، وطبعا الامهات المصريه هنا متخصصين في الكلام ده، لكن احنا عايزين نروح نسمع من المتخصصين نعمل ايه مع حساسيه الاطفال، واعرف اصلا ازاي اذا كان ابني عنده حساسيه ولا لا في وقت ده من السنه مع تغير الفصول. دكتور ايمن السيد سالم رئيس قسم الصدر السابق بالقصر العيني، مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. المشاهدين طبعا حضرتك عارف ان كل الولاد تقريبا معظمهم عيان في الوقت ده، وما بنبقاش عارفين هي مشاكل تنفس، لكن احنا مش عارفين اذا كان هم عندهم حساسيه ولا هو تغيير الجو اللي بيعمل كده. مبدئيا انا اصلا ازاي اعرف ابني معرض للحساسيه ولا لا، او هو اصلا مريض حساسيه ولا لا؟ صحيح، هو دلوقتي ده الموسم، بس احنا خلاص دخلنا من عدينا تغيير الفصول الى فصل الخريف فعلا، وده فصل فيه بروده وتغير في الهواء. ما احنا داخلين بقى على الشتاء يا دكتور. ورسميا بدانا الشتاء كمان، وبالتالي في تغيرات جويه بتساعد على وجود فيروسات وانواع اخرى من الميكروبات، هي اللي بتعمل عدوى المشهوره في الشتاء. كل شتاء بيكون في اصابات، ودي بتصيب الناس كلها الحقيقه بدرجات متفاوته. الحساسيه ممكن ما تظهرش خالص، يعني الحساسيه هو رد فعل بيحصل لانسان عنده استعداد وراثي. اذا عنده استعداد وراثي للتحسس ضد مثلا الاسبرين، يبقى تظهر مع الاسبرين بس، وكل اللي حواليه ما يتاثروش وكده، بعض انواع المأكولات، لكن الاهم منها هي المستنشقات، الحاجه اللي موجوده في البيئه، زي مثلا بعض الاتربه، انواع من الاتربه، انواع من حبوب اللقاح، لها مواسم التزهير، شعر الحيوانات الأليفة، القطة والكلب، وغيرها من الأسباب العديدة اللي بنراجعها دايما. فده رد فعل عند شخص محدد عنده استعداد وراثي. طيب المفروض ان انا اتعامل ازاي يا دكتور لو شفت حالة من الحساسية، اعمل ايه؟ المريض لو في استعداد تحسس وتعرض للمادة اللي هو لا يتحملها جسمه، هتبتدي تظهر الأعراض. أعراض التحسس على الجهاز التنفسي بتكون في شكل ضيق تنفس او كحه، سعال متكرر ويستمر عند التعرض للماده دي، او التعرض لبعض المهيجات اللي هي غير نوعيه زي الادخنه، الابخره، السجاير، بعض انواع البخور، الرطوبه، يعني الحاجات دي تزود قوي الاعراض، اعراض الحساسيه. وكمان ممكن يحصل في الجهاز التنفسي العلوي رشح في الانف، فيلان من الانف. الرشح ده انا كده هفتكر ان هو عنده برد يا دكتور، ولا هو الموضوع ليه علاقه بالبرد؟ لا طبعا، هو في طبعا بيكون في استعداد للبرد، ولكن هنا ما بيكونش في حراره. يعني لو التحسس موجود بس بدون حراره، لو التحسس موجود غالبا ما بيكونش في حراره. لو حصل حمى، ارتفاع في درجه الحراره، مع الاعراض الرشح، عند التعرض لمريض او لشخص عنده اعراض جهاز تنفسي عروقي في شكل عطس، كحه، سيلان، حراره، ارهاق، اجهاد، لو في حد عنده اعراض زي دي ممكن يعدي. هنا مريض الحساسيه ده ما بنقولش بقى حساسيه، يحصل يبقى بعديها حمى. يعني المتخصصين يعرفوا يفرقوا طبعا الكلام ده كويس، لكن الشخص كمان المواطن العادي يقدر ان هو يتعرف اذا كان في عدوى ولا لا من لو في مريض حواليه. طيب العلاج بيكون عامل ازاي يا دكتور؟ لانه في ناس بتعمل كوارث وهي بتعالج الحساسيه. لا خليني بس احافظ على كلمه كوارث دي، ولكن العلاج بيكون طبعا تحت مواطنين مش دكاتره يا دكتور، لانه هي دي المشكله، ان الناس كتير بتاخد ادويه من دماغها. لا ده طبعا يعني ليس هكذا يمارس الطب يعني، لكن خليني بس أكد لحضرتك ان العلاج دايما بيكون تحت اشراف طبيب متخصص، والعلاج بيكون في شكل
يناسب الحاله وشده الحاله. يعني انا اقصد يا دكتور ان الناس ما تاخدش قرص حساسيه من دماغها. لا ما فيش عندنا حاجه محدده اسمها قرص حساسيه، في مضاد للحساسيه. طبعا في دلوقتي بعض الصيادله بيبيعوا مجموعه الحساسيه او مجموعه الربو او مجموعه الحساسيه وزي ما بيبيعوا مجموعه الكورونا وغيرها، وده من زمان كان موجود كده، لكن ده تصرف مش مطلوب ابدا. عند وجود اي اعراض صدريه او غير صدريه المريض يلجا للطبيب. اذا الحاله شديده جدا يلجا لاستقبال المستشفى. العلاج بيكون في شكل مستنشقات، يعني بخاخه او غيرها من العلاجات. ربما بعض الحالات الصدريه تحتاج اضافه اخرى غير البخاخه، وربما يحتاج كمان لبعض الحالات الشديده تحتاج الى علاج نوعي اكثر دقه او اكثر يعني فعاليه كمان. الحالات الشديده قوي لها علاجها اللي هو يعني اغلب المتخصصين عارفينه طبعا. يعني اقدر اقول لحضرتك ان العلاج في علاج بالبخاخه وبالاقراص وبالحقن اللي هي الحقن الحديثه، مش حديثه قوي طبعا اللي احنا بنستعملها بقى لنا 20 سنه، لكن تطورت في خلال 20 سنه دول الى 4 أو 5 انواع من الحقن اللي هي فعاله جدا في الحالات الشديده. يعني عندنا علاجات كافيه ووافيه ان نعالج مرضى الحساسيه، يعني في اغلبهم يستجيبوا ليها باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن السيد سالم رئيس قسم الصدر السابق بالقصر العيني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.